معرض من 3 معارض للأسر المنتجة الكيانة فاهم. تمام، احنا بنسوق معارض خارجية وداخلية للمنتجات الأسر المنتجة، الأسرة اللي شغالة في البيت، الأسرة اللي تابعة الجمعية، في مراكز في مصر بتنتج بتصنع أي منتجات يدوية حرفية نقدر ناخدها منها، نقدر نسوقها في المعارض الثابتة لينا، في معارض برضو مؤقتة خارج مصر وداخل مصر. المعرض اللي احنا واقفين فيه أقسامه في أكتر من قسم متابعين لأكتر من محافظة، في بداية من محافظة أسوان حتى شمال وجنوب سيناء. في عندنا منتجات خزف، في عندنا ملابس، في عندنا مفروشات، في عندنا تحف، في أنتيكات، في منتجات خشبية، في معادن، في نحاس، في عندنا فضة. عندنا في مصر فيها محافظات كتير طبعا بتشتهر بأكتر من منتج، في عندنا محافظة مثلا أسوان، في عندنا الأقصر تشتهر طبعا بمنتجات الألباستر، في عندنا محافظة تانية محافظة بني سويف بتشتهر برضو بالسجاد، صوف، نايين، في عندنا قرية اسمها أخميم محافظة سوهاج بتشتهر بالقطن بالكتان، في عندنا برضو محافظة القاهرة تشتهر من أكتر من منتج، في عندنا خيامية، في عندنا شغل النحاس المصري 100%، في شغل الفضة. الصناعات اللي عندنا في المعارض كلها صناعات كلها حرفية، كلها بتتعمل بالإيد، مفيش ولا مكان ولا مصانع ولا أي حاجة من خارج جمهورية مصر العربية تمام مشتركة معنا، كلها يا إما شغالة في البيوت يعني منتج بيتصنع في داخل المنزل، يا إما تبع جمعيات، يا اما تبع مراكز تبع برضو الناس اللي شغاله فيها او الفنيين، كلهم مصريين، كلها حرف يدويه. معارضنا في معارض داخليه في معارض خارجيه، المعارض الداخليه دايما 3 معارض، في فرعين لينا داخل العجوزه تبع محافظه الجيزه، في معرض ثالث برضو ده عند مستشفى الرمض. مواعيدنا السبت من 9 ل 5، في معارض اخرى بتتعمل بشكل مؤقت على مدار السنه زي معرض ديارنا، في معرض الرئاسه، في معرض القوات البحرية، في معارض أخرى بتتعمل على حسب الموسم بتاعها، في معارض خارجية برضو بتتعمل مثلا دولة فرنسا، في عندنا دولة الكويت، في عندنا معارض خارجية دايما على طول يعني على مدار السنة. نسبة الإقبال طبعا عندنا في المعارض بتاعتنا إقبال طبعا متوسط، لأن المنتج المصري هو معروف بالسعر بتاعه، يعني إيه؟ كل اللي جاي لنا هنا بيبقى عارف إن السعر بتاعنا منافس للسوق، سعر لازم يكون أقل من السوق ده اولا. ثانيا الصناعه اليدويه بتبقى معروفه، الكفاءه بتاعتها بتبقى عاليه، وفيها طبعا دورات تدريبيه للافكار الجديده للمنتج ده، لازم يكون في اكتر من شكل على اساس العميل اللي جاي لنا لازم يلاقي اكتر من اختيار للمنتج نفسه. استكملنا طبعا لحوارنا معانا النهارده هيكون معانا منتج الخزف، منتج الالباستر. الالباستر دوت من محافظه الاقصر، الصناعة الوحيدة أو البلد الوحيدة المحافظة الوحيدة اللي بتقدر تصنع الألباستر، في عندنا منه تشكيلة كبيرة، في عندنا من أول الطفايات، في عندنا برضو زي فواحات برضو من محافظة الأقصر، دي عبارة عن قطع حجرية بيجيبوها يقطعوها بعد كده طبعا بيشتغل عليها كلها حرفة يدوية بقطع معدات عادية جدا من غير ولا مكن ولا الكلام ده كله تمام، بتتقطع بتتنحت من جوه ومن بره وفي الاخر بتاخد وش صنفره. طبعا في عندنا تشكيله كبيره جدا من منتجات الالباستر، في عندنا زي مسله، في عندنا زي فازات صغيره، في عندنا منتج برضو زي الجوران، جوران ده برضو مصري بيتشكل وبعد كده في الاخر بياخد طبقه زي الجليز بتبقى لمعه بسيطه تمام. دي المنتجات بتعجب الوفود الاجنبيه بيشتروا منها على طول، وفي عندنا برضو زي منتج الاهرامات، في عندنا الأهرامات برضو نفس الكلام عليها اللغة المصرية القديمة، نفس الكلام بيتصنع منها بيبقى طعم 3 أهرامات تعجب برضو الوفود المصرية. في عندنا تشكيلة تانية من فازات، في عندنا حروف، في عندنا سمك نفس الكلام برضو بيتقطع بعد كده بيتشكل مرة تانية بياخد طبقة من الجليز بالمنظر ده. ده بالنسبة لمنتجات الألباستر، محافظة وحيدة بس هي في مصر اللي بتقدر تصنع منتجات الألباستر عندنا، في عندنا برضو محافظة تانية محافظة القاهرة بتصنع معانا منتجات الصدف، في عندنا برضو تشكيلة من منتجات الصدف علب زي كده، في منها برضو مقاسات محافظة القاهرة، خشب المصنوع منه خشب زان بعد كده بيتشكل منه بيتركب فيه بطانة داخلية زي القطيفة، في بعد كده الصدف المصري مش لزق زي الصيني، في عندنا الصدف المصري ده بيتقطع قطع وبيترص عليها من فوق
طبعا دي صناعة برضو مصرية 100%. في عندنا منها تشكيلة كبيرة زي العلب، جميع المقاسات. في عندنا برضو مصاحف، في عندنا علب صغيرة، في عندنا كوسترات شاي، في عندنا برضو منتجات تانية زي المنتجات الخيامية. منتجات الخيامية محافظة القاهرة برضو هي المتميزة بيها، عبارة عن قماش وبيتقص منه بيتعمل زي قصايص. بعد كده القصايص طبعا بتشكل على حسب الرسمة اللي هتترسم. في عندنا رسمة اللوتس، في عندنا برضو رسمة شهيرة اللي هي قصة جحا، تمام، دي الرسمة الشهيرة واللي على طول بتتباع عندنا. في عندنا أكتر من رسمة زي العصافير، وفي عندنا طيور، في عندنا برضو أسعار مختلفة تتناسب جميع الفئات. في عندنا بتشير بيها الوفد المصري على طول بتتباع عندنا، من المنتجات الشهيرة جدا بتزين بيها البيت المصري، تمام. في معانا برضو أكتر من منتج تاني تميز بيه الديكورات والأنتيكات. في عندنا منتج قرن الجاموس، ده بيتميز بيه محافظة البحيرة، المحافظة الوحيدة اللي بتقدر تصنعه معانا. ده عبارة عن قرن جاموس، طبعا الحيوان بعد ما بيتذبح بياخدوا القرن بتاعه بيعيدوا تشكيله وتصنيعه مرة تانية، بيتشكل بحاجة زي كده، وبعد كده بياخد طبقة تلميع بيبقى بالمنظر دوت، تمام. في طبعا منه تشكيلة كبيرة جدا، في جميع الحيوانات، في عندنا رسومات طبيعية، في عندنا أشكال طيور، في عندنا عصافير، أشكال ديكورية. منتج زي دوت في عندنا برضو تشكيلة منه كبيرة من منتجات قرن الجاموس، وزي ما اتكلمنا المحافظة الوحيدة اللي بتتميز بيها محافظة البحيرة. أسعارها برضو أسعار منخفضة جدا بالنسبة للسعر المصري، بالإضافة طبعا معانا شغل سينا شمال وجنوب سينا. في عندنا برضو تشكيلة كبيرة من منتجات شمال سينا وجنوب سينا زي شنط، عبايات، ميداليات، طبعا بأسعار مختلفة. في معانا برضو سجاد برضو المصري، في أكتر من تشكيلة من السجاد المصري. في معانا أكتر من محافظة بتتميز بيه، في معانا محافظة كفر الشيخ، محافظة بني سويف، محافظة القاهرة. السجاد عندنا في أكتر من نوع، في عندنا سجاد الحرير بيبتدي طبعا 49 عقدة، في 64 عقدة، تمام. ده سجاد مصري 100%، بيشتغل كله على النول، مفيش ولا مكن ولا مصانع، كله صناعة يدوية هاند ميد. في عندنا طبعا قطع صغيرة، في قطع كبيرة 3 متر و4 متر و5 متر، طبعا قطع حرير. في عندنا برضو شغل الصوف، برضو شغل مصري، كفر الشيخ، بني سويف. في عندنا برضو زي المشيات الصغيرة مقاسات برضو صغيرة، مش لازم يكون في مقاسات كبيرة. في عندنا برضو مقاسات أكبر بكتير، برضو صوف وحرير ونايين، صوف وحرير، كلها صناعات يدوية مصرية 100%. تنفيذا لخطة معالي الوزيرة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ده في العجوزة، مقره في العجوزة. احنا كمؤسسة قومية عندنا مشروع اسمه يدويات الفيوم، يدويات الفيوم. يدويات الفيوم ده بيعتمد على تنمية وتطوير منتجين، منتج الخوص ومنتج الفخار. منتج الخوص بيبقى في قرية اسمها قرية الإعلام، دي بالفيوم، انتهينا منه وعملنا مركز تدريب الخوص وتدريب 50 أسرة على منتجات الخوص بأشكالها. الاستفادة منه ان احنا بنطور مهنة الخوص عشان لما يتصدر بره يتصدر بأسعار كويسة وتنمية يعني. ده بالنسبة للخوص. بالنسبة للفخار في قرية اسمها قرية النزلة برضو في الفيوم، ده عملنا الحاجات الإنشائية والخرسانات والمباني الأساسية، هنبدأ فيه إن شاء الله في التدريب في الأسبوع اللي جاي أو اللي بعديه بالكتير. برضو الأول كان الفخار دوت في تلوث للبيئة، في حرق، في حاجات مش يعني للسلامة المهنية مش مظبوطة يعني، فإحنا طورنا الكلام دوت وخلينا المنتج أفضل بكتير يعني. احنا في معرض الوزارة، ده في معرض تابع لوزارة التضامن الاجتماعي اللي بتتولاه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. ده احدى المعارض اللي احنا بتتولاه المؤسسة. في معرض في الجيزة، في معرض الجرافيكي في مبنى المؤسسة القومية نفسها. المعرض ده شامل منتجات الأسر المنتجة من جميع المحافظات، بجانب ان هو شامل كمان منتجات الفنيين اللي موجودين. احنا عندنا قسم جرافيكي في المؤسسة بشامل فني مفروشات، فني تفصيل، فني خزف، وفي فني نحاس، وفي فني رسم على الإزاز. الإزاز اللي موجود في المعرض والتماثيل الخشب دي كانت عبارة عن إزاز ما فيهوش أي رسمة. الفنيين عندنا
في القسم الفني للإزاز رسم عليها وطورها. وعندنا قسم المفروشات دوت، أنا كفنية مفروشات بنزل أشتري القماش القطن المصري وأصنعه قطن ملايات أو لحفة فايبر أو يعني جميع كل حاجة شاملة المفروشات والفوط. في قسم الملابس برضو بنجيب القماش المصري، قماش فسكوز، قماش قطن، ونصنعه ملابس وبنحط عليه أجور تشغيل بسيطة عشان يوصل المنتج للمواطن المصري بسعر يبقى أرخص من المنتجات المستوردة. في كمان عندنا في المؤسسة في قسم النحاس دوت، بيصنع بنجيب النحاس وبيلمعه لنا والفضة. وعندنا كمان الوبريات، بالنسبة للوبريات بيجي لنا من أسر منتجة خارجية الكوفرتا اللي هي تبع الإخميم اللي بتتعمل بالنول اليدوي. عندنا شيلان وكياس خدديات وتابلوهات دي سيناوي بيجي لنا من أهالي سينا. في عندنا حاجات خيامية، عندنا أسرة الخيامية بتجيب الخدديات وشغل الخيامية وإحنا بنفحصه وبنزله المعرض، بجانب أن داخل قسم الجرافيكي المؤسسة في موجود ورشة لتصنيع الخزف والفخار، بنصنع المتخصص بتاعها بيصنع الخزف والفخار وبنزله معارض المؤسسة ومعارض الوزارة وبنشترك بيه في المعارض الخارجية. إحنا في معرض في وزارة التضامن الاجتماعي مبنى الديوان العام، المعرض فيه منتجات خزفية ومنتجات تانية غير خزفية. أنا بتكلم بصفة خصوصية في منتج الخزف. الخزف إحنا لما بنيجي نشتغل بنجيبوا الخامة بتاعته البودرة، بننزل مصر القديمة بنجيبها، وبعد كده بتبدأ عملية التشغيل أو التدريب، بنخمرها في بانيو وحواض تطلع لنا عجين، نبدأ نشكلها بإيدينا، وبعد كده بتخش على المرحلة التانية، مرحلة حريق، وبعدين مرحلة ألوان، وبعدين مرحلة حريق تاني لو كنا بنحرق حرقتين، لأن في ألوان أكاسيد دي ألوان حرارية لازم تخش الفرن، وفي ألوان جليزات برضو لازم تخش الفرن مرتين. بالنسبة للأشكال، في أشكال إحنا بناخدها من وحي الطبيعة زي الأشكال مثلا عالم البحار، زي السمك، زي القواقع، زي الصدف، دي حاجات إحنا بنعملها تشكيل يدوي تام وبنعلم الأولاد عليها. في أشكال تانية ممكن تبقى أشكال مثلا زي الفازات بأشكال مختلفة. في حاجات استعمال شخصي مثلا زي البرامات والحلل والطواجن، مجات، طفايات، دي كلها بندرس الأولاد إزاي يعملوا الكلام ده. الحرفة يدوية بحتة من الألف للياء، من أول ما بنجيب البودر لحد ما بنطلعه منتج تام ويبدأ يتعرض هنا في المعرض. لما بنشتغل بنحط تصميمات الاول على الفازات، ممكن تصميمات واخده من وحي الطبيعه، يعني ممكن اشوف منظر طبيعي زي البحر، مراكب، زي مثلا بلكونات، شبابيك، دي في الاشكال اللي هي الديكور اللي بتتحط كديكور وممكن تبقى وحدات اضاءه منها. في الادوات المنزليه بصفه عامه دي ممكن تلاقيها في معظم البيوت، الطواجن، الحلل، المجات، الكوبايات، الفناجيل، القهوه، القماش، الشاي، بالطريقه دي. فاحنا بنعلم الاولاد وبندربها على المنتج بتاعنا. احنا هنا عندنا مصر القديمه من قديم الازل وهي بتشتغل في الفخار بصفه عامه، يعني هي كانت مصر القديمه محتكر على مستوى مصر شغله الفخار دي، وفيها فنانين كبار ومن حاجات البلدي لحد الحاجات اللي ممكن تتحط في قصور وفلل وكلام زي كده، من الفازات مثلا والحاجات البلدي مثلا زي كشبوات الزرع. كشبوات الزرع ممكن يضاف لها حاجات صغيره قوي عن طريق فنان تبقى حاجه مبدعه وحاجه جميله. والحاجات تتحط في قصور دي بقى حاجات بتبقى محتاجه فنانين يحطوا البصمه بتاعتهم شويه عليها. في بدايه تصنيعي انا بحط التصميم اللي هشتغل عليه. التصميم مثلا لو وحدات انا شايفها مثلا رؤيه بحر وفيها مركبتين، ده تصميم غصب عني هو اصلا حاكمني، يعني البحر فلازم يكون فيه موج، الموج ده متدرج، يعني ممكن يبقى ابيض في لبني في ازرق جوه او في فضي. ده الالوان اللي لازم انا بعد النحت لازم احطها. لو في مثلا مراكب لازم احط مثلا في الشراع حاجه فاتحه ممكن يبقى ابيض، ممكن احط في المركب من تحت نبيتي. فموضوع الالوان بتيجي لرؤيه الفنان اللي شغال وبيشوفها مثلا مستوحاه من الطبيعه وهو شغال، ما بيشتغلش كده، ولازم تبقى حاجه منطقيه، يعني ما بيكونش حاجه شاذه. لو انا بعمل منظر طبيعي، لو بعمل سما نفس الحكايه، لازم تبقى منطقيا قوي ان لازم احط الوان السماء
لو في ساعة الغروب يبقى برضو منطقية أن أنا لازم أحط الألوان اللي هي بتاعة الغروب البنفسجي، أن اللون يقفل شوية لحد ما يجيب صورة السواد مثلا. في ألوان تاني مثلا ممكن أنا لما باجي أنحت حاجة مثلا وحدة زي الباب وشباك أو العماير، أو لو باخد طراز قديم شوية زي المشربيات، غصب عني برضو لازم بيبقى فيها فن في التشكيل شوية. الألوان لازم تروح على إدم إن هي تبقى مقدمة قوي عشان تديك الإحساس بتاع التراث. ده بالنسبة للألوان. التصميمات فيه كتير قوي، يعني حسب رؤية مثلا الواحد ما بيبقاش على وتيرة واحدة، يعني ممكن عالم البحر من تحت لو قاعد عمل مجموعة سمك فيه أسماك كتير قوي مختلفة ممكن الواحد يقعد يستوحاها كده من خياله، والشعب المرجانية والحاجات اللي زي كده. فالواحد بيشتغل بإحساس، حتى لما بيجي يشتغل في الكلام ده بيبقى يعني حسب حالته النفسية بيطلع على الحتة اللي قدامه. لو في بهجة بيبقى في ألوان مبهجة أكيد، لو الحالة النفسية يعني برضو مش قوي بتطلع في ألوان يعني قافلة شوية ومكتومة وحاجات زي كده.